للحديث أكثر عن مواضيع تويتر معنا عبر سكايب من الكويت المستشار في أمن المعلومات والتحول الرقمي رولان أبي نجم. رولان صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا في صباح المملكة. صباح الخير أنس لألك وصباح الخير لكل المشاهدين. يسعد صباحك. هناك حديث عبر منصات التواصل الاجتماعي وتحديدا عبر تويتر عن التعريف المناسب للحسابات الوهمية وتحديدا على منصة تويتر، فماذا يمكن أن نعرفها؟ أول شيء موضوع الحسابات الوهمية، هذا الموضوع من أول ما بلشت مواقع التواصل الاجتماعي موجودين. قبل كنا عم نحكي إذا بدك عن مجرد فيك أكاونت، يعني أي شخص ممكن يخلق له عدة حسابات وهمية، وهذا الموضوع بلش يتطور لنشوف إذا بدك بوتس أو روبوتس عم تتحكم بمواقع التواصل الاجتماعي. للأسف بعد لهلا ما في إذا بدك تعريف واضح، لأنه لو في تعريف واضح كان كل العالم بناء على هذا التعريف بيقولوا في عنا هالقد عدد معين من الحسابات الوهمية وبنقدر نوقفهم ونحاربهم. بس بينما ببيان رسمي لشركة تويتر قال السي او تبول تويتر انه هذا الموضوع ما حدا بيقدر يضبطه 100%، ونحن بحاجة لشيء بنسميه الالجوريزم او الخوارزميات تتقدر تعرف الشيء بسموه الباترنز او تحركات الحسابات الوهمية. وبنفس الوقت ما بيقدينا بس يكون في عنا اذا بدك هيك نوع من الباترنز، بدنا كمان اشخاص افراد هم قاعدين عم بيراقبوا هالمواضيع. وعطى أمثلة إنه في ممكن حسابات نكون نحن مفكرينهم إنه هو حسابات وهمية لأنه شخص ما عنده متابعين وما بيطلع بوستات وهو عامل فولو لعدة أشخاص، بس بنفس الوقت يكون هذا الشخص بس هو موجود على تويتر بس يتابع غيره، ما بده حدا يتابعه وما بده يطلع إشياء له علاقة خاصة فيه. وبنفس الوقت في إشياء ولا ممكن تكون مبينة إنها روبوت وبتكون عم تعمل تعليقات وتغريدات على غير حسابات، وتكون بنفس الوقت هي بوتس وروبوتس وما حدا ممكن يعرفها. نعم، يعني رولان غير عن التويتر، يعني هناك بعض الحسابات الوهمية الموجودة عند أشخاص ويصل عدد المتابعين عندهم إلى الملايين. الشركات المعلنة كيف يمكن أن تكشف هؤلاء المتابعين الوهميين على هذه الحسابات؟ هون بهذا الموضوع لما تويتر أعلنوا بالبيان تبعولهم إجوا قالوا ما فيها أي شركة خارج تويتر تقدر تعرف مظبوط قد ايه عدد الحسابات الوهميه، لانه نحن بتويتر بنستخدم شيء بنسميه public data و private data، اي المعلومات يلي موجوده للكل، بس في معلومات كمان خاصه عنا بس بتويتر نحن بنقدر نعرفهم، وبس هول المعلومات ما بنقدر نشاركهم مع غيرنا. كرمال هيك تويتر عم يجي يقول اي شركه خاصه برات تويتر اذا في حال اعلنت عن موضوع الحسابات الوهميه ما راح يكون الرقم صحيح. كرمال هيك شفنا انه تويتر عم بيقولوا نحن عنا اقل من 5% حسابات وهميه، بينما الشركات الخاصه عم تيجي تقول 20 او 25% او حتى اكثر. نعم، وهنا يمكن يعني رولان اذا بدنا نتحدث اكثر عن المتابعين الوهميين تحديدا، قبل فتره كان هناك حديث عن نسبه هؤلاء المتابعين الوهميين والحسابات الوهميه على تويتر، كم هذه النسبه تقريبا؟ تحدثت عن ارقام، وما الجدل بشان هذا الموضوع؟ صحيح، إيلون ماسك كان عم بيقول حسب الشركات اللي هو بيشتغل معها بين 20 ل 25% من الحسابات الموجودين على تويتر وهميين. وفي خبر طلع انه حسابات تبعول الرئيس الامريكي بايدن اللي هن 22 مليون متابع نصهم، يعني 50% يعني 11 مليون متابع هن فيك. هول الشركات كيف بيشتغلوا؟ بيطلعوا مثلا اذا حساب ما عنده صوره، اذا حساب الاكونت تبعوله مكتوب بالارقام مش محطوط مثلا رولان أبي نجم، اذا حساب بمحل معين ما كثير عم بيعمل تفاعل او شيء. في كمان بيطلعوا مثلا اذا حساب مثلا ببينوا بسموه هذا نون سليب، يعني حساب ما بينام بيكون عم بغرد بشكل دايم 24 24، يلي هو شيء منه كتير طبيعي لاي انسان طبيعي يكون موجود كل الوقت على تويتر 24 24. ففي كل هول المعايير يلي هن بياخذوهم بعين الاعتبار وبيجي يقولوا انه هذا حساب هو حساب وهمي. بس تويتر بيجي عم بيقول كانوا عم بينقضوا هاي النظريه ويقولوا لا، في حسابات ممكن تكون انتم معتبرينها وهميه بس هي منا حسابات وهميه. نعم، ما هي المخاطر بالنسبة لمنصة تويتر فيما يتعلق بهذه الحسابات الوهمية، وما المشكلة التي من الممكن أن تكون متواجدة على هذه المنصة؟ المشكلة الرئيسية بموضوع الحسابات الوهمية أنس هو بموضوع أنه القيمة الفعلية تبعول أي منصة مواقع التواصل الاجتماعي هي بنقطتين، قديه في عندهم هن مستخدمين وقديه في عندهم إعلانات. يعني كل ما زادوا عدد المستخدمين كل ما الشركات رح تدفع أكثر للإعلانات، كل ما تعمل أرباح. فإيلون ماسك عم يجي يقول إذا منصة مثل تويتر هي 25% منها حسابات وهمية، يعني هول بيخسروها من قيمتها 25%. كرمال هيك هلا بالمفاوضات رجع إجا قال إنه أنا كنت بدي أدفع 44 مليار دولار، هلا لا صرت بدي أدفع 44 مليار ناقص 25% أي 33 مليار، لأنه الحسابات الوهمية بتوطي من قيمة شركة مثل تويتر. بس بنفس الوقت بالنسبة لتويتر كل ما يعلوا الأرقام تبعول المستخدمين تبعولهم رح بالنسبة لأنهم يكونوا قادرين يجيبوا معلنين أكثر على المنصة.
نعم، مع هذا الحديث وتغيير رأي إيلون ماسك حول الرقم الذي سيدفع مقابل تويتر، إلى أين وصلت الصفقة الآن وما المتوقع خلال الأيام القادمة فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ هذه الصفقة تبول إيلون ماسك وتويتر هلأ نوعا ما مثل ما قال إيلون ماسك هي on hold، وتحديدا سببها الرئيسي هو موضوع الحسابات الوهمية، وعم بيستغل إيلون ماسك هذا الموضوع تيرجع يفاوض على مع تويتر تيقدر يوطي السعر، خاصة أنه كلنا بنعرف أسهم كل الشركات من ضمنهم تسلا خسرت مبالغ كتير كبيرة، فصار هو مضطر يبيع أسهم أكثر من تسلا كل ما يقدر يغطي التكلفة تبول تويتر. وبنفس الوقت كلنا بنعرف أنه هذه الصفقة منه واحد عم يشتري بيت أو سيارة، عم نحكي عن صفقة من أكبر الصفقات بالعالم ب 44 مليار دولار، فيها إشياء سياسية اللي هي الإدارة الأمريكية الحالية منها محبزة أبدا أنه إيلون ماسك يستولي على تويتر، في إلها تحديات لموضوع الانتخابات الأمريكية الجاية والتأثير على الرأي العام، فكن ملاك الموضوع هو آخذ 6 أشهر مثل ما كان بالاتفاق، أنه هو بالاتفاق مفروض يكون 6 أشهر لانتهاء الصفقة. فهلا هون التحدي بدنا نشوف إذا هل يا ترى إيلون ماسك عم بفاوض بس كرمال يوطي السعر فيقدر يرجع يستحوذ على تويتر، ولا صار بده يطلع من الصفقة خاصة بوضع الانفليشن أو التضخم العالمي بالأسعار واللي عملت له مشكلة كتير كبيرة وانخفاض لعدة الأسعار أسهم تسلا وغيرها من الشركات. نعم، الله يجيب اللي فيه الخير ونشوف شو راح يصير بتويتر خلال الأيام الجاية. المستشار في أمن المعلومات والتحول الرقمي رولان أبي نجم كنت معنا عبر سكايب من الكويت، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.